ما زالت بهجة الأفراح تتواصل، 93 عاماً من الولاء والحب، قيادة عظيمة وشعب كريم، رؤية طموحة ومستقبل واعد، يجعلنا نقولها بكل ثقة. في المملكة العربية السعودية نحن نحلم ونحقق بإذن الله. في اليوم الوطني السعودي 93 الجميع يرفع أسماء آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ولكل الشعب السعودي الذي تلاحم مع قيادته بالولاء وتسلح للمستقبل بالعلم وعزز وجوده بالطموح عاما بعد عام، ونحن في خير ورخاء وسلام. من ولدنا واحنا في امن وامان، نفتخر بكلنا في كل مكان، مهما سوينا لها ما نوفي حقها، دارنا يعزنا في كل زمان. من ولدنا واحنا في امن وامان، نفتخر بكلنا في كل مكان، ما سوينا لها ما نوفي حقها.